تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة الطفيلة يوم أمس بتصدع في بعض البنى التحتية وتشكيل السيول الجارفة والمياه العادمة، وتعرضت عدة طرق داخلية وتجمعات سكانية للانهيارات جراء تدفق مياه الأمطار. وعبر سكان المدينة لمراسلنا عن استيائهم حيال كمية الأتربة والحجارة والطمام التي تراكمت على الطرق، والتي بدورها تسببت بإعاقة الحركة المرورية وإغلاق بعض الطرق الفرعية، مشددين على ضرورة إقامة جدران استنادية وشبكات تصريف للمياه. وطلب الأهالي الجهات المعنية كوزارة الأشغال العامة وبلدية الطفيلة الكبرى بإجراء عمليات صيانة للمواقع المتضررة والشوارع لتفادي حدوث مزيد من التصاعدات، التصدعات والانهيارات. حصل اتفاق إذا حصل عاصفة ثلجية كبيرة أن يتم استئجار لودرات أو قلابات لكافة مناطق البلدية، وليس استئجار بشكل كامل إنما حسب يوم العمل. ما في تصريف في بعض الشوارع للمياه بالمرة، زاد البلطيني هي حفريات سلطة المياه، وترك المتعهد زي ما هي، ما حط فيها، ما سكرها. يعني في الطفيلة ما بيسوي 10% الشوارع، يعني امبارح اجى مطر هنا، شوف شو صار في الطفيلة. يعني تطلع الشارع هذا مدخل اللي احنا واقفين، تطلع الازمة هي ورانا، شارع منفذ وحيد للطفيلة مش قادرين يعدلوا الى شارع او مدخل للطفيلة ثاني.